نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. جوتيار عادل يصف ظاهرة الهجرة بأنها طبيعية وعالمية ويؤكد العمل على معالجتها. والتحالف الدولي يزود قوة البيشمركة ب 256 آلية عسكرية بينها قتالية. والكشف عن معصرة نبيذ عمرها 2700 عام في أطراف دهوك. وإضراب عام ومسيرة في بلدة عقارب التونسية إثر وفاة شاب في مظاهرة تندد بفتح مكب للنفايات. وبيع سوارين لماريا أنطوانيت بأكثر من 8 ملايين دولار في مزاد علني بسويسرا.